سلام عليكم. انت طالق اللي غلطك ما ينعاد اجباره ومحبوب يبدو. وش هالرسائل اللي تجيك يا ابو فهد؟ من شركة الاتصالات يا ابو فهد الله يهديك، من شركة الاتصالات ازعجونا ذول الله يزعجهم. اشوف شركة الاتصالات تقول ما اقدر اعيش بدونك؟ هددتهم حول موبايلي يا ابو فهد. اي والله هددتهم حول موبايلي. اي هددتهم حول موبايلي. هاي ولد صار علم. يلا 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 سناك سناك. يا لبيك هلا تسلم قبل تطلق واحد بس من كيف وارك بعد بس بس ما طيب انا وراك خلاص كفو كفو اطلق واحد انا وراك يلا صبر صبر ان الله سريع والله حرام ايش في ذا الخبل فيك يا اخي تكلم يا اخي تكلم بسميك يلا الله يسر عليك سيو ابو تراي لا تنسى الصحون والقدر يا فضحي فضحاء افا هذا وين كلام اللي قبل الحين مر شهر قيادة مرة غير طاروا فيها والحين ما حد ساق ولا يعني انت عليك الحين عليك بس يقول ايش بالك متحمس يعني وين المشكلة اذا ساقوا الحريم انا بالنسبه لي كخالد لو قالوا لي هل بيسوقون عادي خليهم يسوقون صح انت يا ولد والله ما يسوقون لو تنظر قسمه على الارض خبل خبل لا انا زين متحمل اقتصاد الكامري اعطيهم زياده دعم فيها لا طق لك عرق يعني القرار مو بالزامي وانتو هلك بكيفك اجل قال لي ما بتسوق ها هذه يخرب بيتها ايوه يا سلام جنري عن خيله طقطق انا وراي شغل الصبح ابي ما بس ما يصوت اسمعي يا اخي 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 يا بس باخذ مساحك ومشوارك سرعي اوكي لا انت بسألك يا ابو خالد كم عندك عيال الحين؟ الله ابشرك يا محمد عندي الحين 4 واحد مهندس معماري ثاني مهندس كهربائي والثالث متخصص في نظام معلومات والرابع الله يهدي حرامي والحرامي ليه ما تطرد من البيت؟ ما سمعتك يا محمد ايش تقول؟ الحرامي خرب السمعة ليش ما تطرد من البيت؟ اوه ليش ما اطرد من البيت؟ والله يا ابو محمد هو اللي يصرف علينا الباقيين يدورون وظائف هلا فيك حياك حياك اقلب 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 الله يبقيك ويسلمك اسمع ابشرك ترى عندي اجازه 4 أشهر دقيقه 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 كان تبغى برا
فتحت المؤسسة انت ما اكل همك فلوس، الفلوس ترى بتجيك مع الايام، بس انت شو بالك جودتك مثل خالد مقدم، ابى اتطور في التقديم. مثلا انت لما تبغى تصير اعلامي يا حبيبي ابغى عندك دورات تاخذ اعلام، يعني شوف الفلوس اللي جايه تجينا انميها في المهنة اللي عندي وما بقاها، وراح فتح المؤسسة طاق 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 تسويق طاق طاق، وصل هو شخص واحد وجاء تخيل من كان موظف وترى عمره والله من عمره، فمن جد هدف سامي. يعني تخيل انت تداوم في الشركة هذه تداوم شيء تحبه، كيف تداوم؟ والله يا ولد نعيم اني اقابلك اني مبسوط، تخيل انا احب الشيء هذا اقابلك والله مبسوط حيل حيل حيل. هاي شغل والله حلو. دخلت عليه التريلا يا ولد، قسم بالله بينك وبين الشعاره يا حبيبي عندي شو سلمت، كل يوم تكذب علي، كل يوم تكذب علي بيصير لك حادث بتموت وما يصير لك شيء. شنو شماخر لو قد اسمه هذا عشر تريلا. مرحبا يا غالي، ابي قدام شوي لو انت يا غالي. حياك حياك يا اخوي. يا جماعه كملوا كملوا، انا عارف شافتكم. ايه كملوا، شاد في تريلا وبغيت تموت، يلا كملوا يلا لا تطلعون باب، يلا يلا. يا الحب هلا وغلا، يا سبحان الله والله اني رافع الجوال اني جالس ابحث عن اسمك ابي اتصل عليك، وش الصدفة يا الله. طيب وينك؟ في البيت. اطلع. طيب ابشر ابشر ابشر. شو قلت نعيمة؟ اقول لك شفت المقطع الاخير حق منصور نازل اكس بلور؟ اي ترى المقطع قادح قادح الحمد لله، عشان كذا انتشر الحمد لله. اي يلا لك حق ان شاء الله المقاطع الجايه تظهر يا ولد. شم اللي شمه. خالد خالد بالله بالمكس يبان تكفى دز البيت ضروري بسرعة، الناس اللي شغلة ضرورية هناك. ايه بالله روح البيت لا تستعجلون. هاي عيال وش هي ذا؟ اها الحين عرفت الريحة من وين. ان شاء الله اني اتخرج عاد واكمل اقساط السيارة اللي بفتحها لي ابوي، اكمل اقساط اللي براسي توظف، واخر شيء افكر فيه الزواج. آخر شيء أفكر بي أروح في الأمم أطلع أسوي أزكي أصوم. أنا بيني وبينك قاعد أفكر 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 قاعد أقول متى أتخرج، باقي لي سنة أحس أنها طويلة. أنا أفكر أنا شركة بعدها أدخل صالح وأنا أشتغل شغل طويل، أنا أشتغل شغل طويل، أسيب أسيب بالركب بالركب أنا ما بدي أسوي أنا أبغى أسوي أبغى أسوي ودود وأتذكر وأروح أشتغل سيارة قبل ما أسافر مكان. والله محتار وش تنصحني فيه ولد نعيمة؟ ها؟ وش تنصحني فيه؟ وشو؟ تنصحني فيه؟ والله والله قس اسف والله ماني بحولك، دزمه يا رجال دزمه، انت زوالك كثير اللي ما تخلص. ادلف 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 عني قم ما لي ادلف ادلف انت.